حط لنا الشارع إذا بتريد يرضى لي عليك حبيب قلبي. حبيب قلبي فاتحين الراديو ولا لا؟ اوعكن ها. كلمتين من القلب مع تحيات عمكن أبو صلاح. مرحبا عم أبو صلاح. لك تسلموني ما أحلاكم. بلش بالحلقة. أحبابي المستمعين والمستمعات، الله يسعد أوقاتكم على مدى 24 ساعة. هذا يا سادة يا كرام. شه عفوا، مين عم يدق لي هلأ تليفون؟ إيه عفوا حضرة المخرج، عم يرن التليفون لازم رد. يمكن هي الست أم صلاح. ألو ما في حدا، يمكن طلبوني بالغلط. الحقيقة هذا التليفون الحديث جدا، يعني الموبايل شاغل الناس على وجه الكرة الأرضية كلها، من جنوبها لشرقها لغربها لشمالها إلى آخره. لك ليش؟ ما عم بعرف، وخاصة هون بهالبلد. زكاتك أعطيني تليفون. عفوا أعطيني فاصل وبعدين بنواصل. تفضل. أحبابي ونور عيوني الكرام، بعد ما أخذنا هالفاصل الظريف بدي أحكي عن هالظاهرة الغريبة العجيبة يلي عم نشوفها هالأيام. هي ظاهرة الحديث بالتليفون بقلب الباصات والمترو وحتى بالتاكسي. بتلاقي سواق التاكسي طول الطريق ماسك هالتليفون وعم بيبربر ألو. وبالمترو كمان حدث ولا حرج، بتلاقي شباب وصبايا وكبار وصغار كله ماسك هالموبايل وحاطط السماعة على أذانه وعم يحكي أو عم يكتب رسالة. بزمتكم هالظاهرة السلبية حلوة؟ بعتقد مو حلوة أبدا، لأنه يلي عم بيصير إنه ما عاد حدا حكى مع حدا بنوب. بعدين سؤال عم يخطر ببالي، يا ترى التليفون ما بيأثر على الأذان، يعني على السماع، على طبلة الأذن ما بيأثر لما الواحد عم يحكي طول النهار؟ لك والنهفة إنه الواحد أحياناً بينسى حاله وبيبقى راكب بالمترو وبينسى ينزل بالمحطة اللي بده إياها، بيضل عم يحكي على التليفون. بالمختصر المفيد بدي أقول الموبايل فعلاً اختراع عظيم، والنت عظيم كمان، لأنه النت ربط العالم ببعضه البعض، يعني صار العالم عبارة عن قرية صغيرة. لكن بنفس الوقت له مساوئه ومضر جدا. كثرة الحديث على التليفون حتى على الواتساب كمان هذا عم ينهينا عن شغلنا، مزبوط ولا لا؟ أعطوني فاصل لألكم. عفواً عمو أبو صلاح، كيفك؟ خير، ما خلصت الحلقة، شو في كمان؟ أنا بعتذر اضطريت قاطعك، بس اتصلت خالي أم صلاح أكثر من مرة وقال احكي معها على الواتساب لأنه ما فيها تتصل فيك بالاستديو. يا حبيبي، حتى الست أم صلاح صارت عم تحكي عن النت؟ لك رح بتجنني، الله وكيلك صرت مغير لك للتليفونات، وكل تليفون بتكبه وما بتعرف، يعني بتخربه بنضطر نغيره، وشو حاطت لي هالنت وقاعدة أمسيات؟ الله وكيلك يا عمو، نسيت الطبخة على النار وهي قال شو عم تحكي مع أختها على الواتساب، فتت على البيت شميت لك هالريحة، ريحة المطبخ وريحة الحريق. لك منين تاري شو؟ الرز على النار احترق، شاط سفلو. المهم وصل الواتساب لدقني، معناتها شو عليه؟ هلأ وينك؟ بخلص الحلقة وبحكي معها وبشوف طلباتها. هذا أكيد بدها تنقلني ليست اغراض للبيت. بسيطة، هاي أم صلاح ما بقدر زعلها بنوب، رفيقة عمري. إيه سيدي بخاطركم. عفوا نصيحة بدي أقولها، خففوا قد ما فيكم من الحكي على الواتساب، خففوا قد ما فيكم، ودعولي أوصل على البيت بالسلامة وشوف ست أم صلاح شو بدها أغراض أخذ لهم معي. نزيل بالشارع حبيب قلبي، سلامات. حبيب قلبي. فاتحين الراديو ولا لا؟ اوعكن ها. كلمتين من القلب
مع تحيات عمكن أبو صلاح. مرحبا عم أبو صلاح. لك تسلموني ما أحلاكم. وبخاطركم